الافريقيه، بس هو يعني ليتلي كده او مؤخرا ابتدى بحسه بقى يتاثر شويه من الضغط الجماهيري، اتاثر في ماتشات دوري الابطال، اتاثر على مستوى المنتخبات، واحنا كان لينا معاه طبعا تجربه مصر والسنغال. فاحنا رايحين نقابل دول كلهم 11 في الملعب، وراهم اعتقد 30,000 في المدرجات، ومعاهم حكم مباراه. ازاي هتعامل مع ده من اول الدقيقه الاولى؟ بص احمد، من ضمن الاستراتيجيه والتنظيم اللي بيتم بيه مستر موسيماني في خلال الفترات دي كلها قبل التحضير قبل المباراه، العامل النفسي اللي انت بتتكلم عليه ده يعني بيبدا بيه الكابتن محمود الخطيب بتجربته وخبراته، واخد بالك؟ يعني احنا طول عمرنا كانوا يقولوا لنا الكابتن صالح واحنا بنلعب يقول لك خد بالك انت هتلعب تحت ضغط جماهيري، لازم يبقى عندك ثبات انفعالي، وانت تعودت عندك الخبرات. ايوه الحمد لله رب العالمين. شفت زي ما احنا ذكرنا، احنا لعبنا قدام الرجاء بنفس الظروف الصعبه، قدام فاوقات بيبقى في استفزازات كتيره جدا من اللعيبه عشان تطلعك بره حاله التركيز دي، شمال افريقيا بالذات. يعني ممكن يروح واخدك كوع، ممكن يعني من ضمن الحاجات اللي بيقدروا يعملوها بيستغلوها بشكل كبير جدا، تطلعك بره تركيزك، سلاح من ضمن الاسلحه اللي هو عايز يطلعك بره التركيز. عارف ان الاهلي جاي مركز، عارف ان الاهلي عايز 90 دقيقه، عايز يكسب المباراه، عايز يكسب البطوله، فهو عايز يخرجك باي طريقه. عشان يخرجك هيبقى عن طريق الطرق اللي انت ذكرتها دي. جماهير هتفضل تعطلنا قبل المباراه وفي الشارع بتاع الكلام ده، في التدريبات كل الكلام ده، كل الاساليب اللي ممكن يحصل فيها نوع من عدم التركيز هم شطار فيها، بيحاولوا يخرجوا. النقطه الثانيه تعمل لي بنتكلم عن الحكام، يا جماعه خدوا بالكم الثلاثه اللي لابسين اسود دول ضدك. يعني ده 11 داخل الملعب ب 50,000 متفرق فوق، وثلاثه اللي لابسين دول ما تثقش فيهم، اعتبرهم ضدك خلاص. اعتبرهم ضدك عشان وما تحاولش كمان تحتك بيه يعني. بالظبط. هو على فكره حاضر ونعم، بشوف مدارس كتير وبشوف لعيبه كتير قوي يا كابتن ماهر عندها خبره انها تكسب الحكم، حتى لما تحسه انه جاي عليها شويه. بالزبط. بدل ما تقابل ده بانفعال او بعصبيه، ايد ورا ظهره بالظبط كده، بادب زياده بيكسر. بالزبط. شويه حتى طبعًا. لو الحكم متحامل بتكسر طبعًا. شويه حده تحفز عند متخلوش الحكم نفسه يتلكك، واخد بالك؟ ويحاول ان هو عايز، هو عايز طلع انذار. ايوه. وبعديه كارت احمر يقول لك ايه، يبقى انا يعني بردك. من ضمن الحاجات يا احمد، من التمالي المدير الفني والكابتن محمود الخطيب بيكلموا اللعيبه فيها، خد بالك جوه ال 18 حته التهور. أيوة. خليك لعيب ذكي، يعني هو هيعمل ايه يعني؟ حتتك دي بقى كابتن. بالظبط، يعني التمالي انا اقولها للفرقه كلها والاخص بتوع خط الظهر، جوه ال 18 هو هيعمل ايه؟ طلع اوت، مش لازم اعمل تاكلين، خلاص افضل محضا كده لحد ما تطلع اوت، خلاص هو عايز يلف بيك، طب ما يلف بيك، لسه عندي واحد بيغطيني، لسه عندي اتنين بيغطيني. أيوه. يعني في حاجات كمان محتاجه الصندوق، مفيش طهارة. طبعا طبعا. ثقه، وبعدين المكان ده لازم يحصل تشتيت فيه تحت ضغط يا احمد، ما امنش لحد، ما امنش لحد في ماتش زي ده. طبعا مفيش، لازم نظار. لازم يعني انا هدي لك مثل في جول جول اسوان في نادي الزمالك. ايوه الراجل جده ده لعب